إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته من هنا من أرضية ميدان الدريز، حيث ينطلق شوطنا الرابع للجعادين في هذا الصباح المميز، الصباح المثير هنا لسن الفطامين. نسير إلى المقدمة إلى صدارة هذا الشوط، وهناك المتقدم خطير صالح بن حمد الوهيبي من يقود هذه المجموعة ثانيا، ويليه هناك شاهين ناصر بن محمد الدويكي من ينطلق مع ثاني المراكز. أما ثالثا أرى التقدمات من معزم ياسر بن سالم الدويكي من ينطلق مع ثالث المراكز، رابع أنوار الوصول من نايف أحمد بن حمدان الوهيبي، ولكن التدخلات من حامل رقم واحد غير مدون معنا في لائحة الكشف. يا السلام يا السلام، نعود إلى المقدمة، نعود مع خطير وهو خطير على هذا الشوط، خطير وينطلق مع البداية صالح بن حمد الوهيبي من ينطلق مع قمة هذا الشوط، والعصا في البطانة. يا صالح يا صالح، روح وحرك، الجماعة قادمين. وايضا هناك القادم، القادم غير مدون معنا. يا سلام، هناك سالم بن رضا الوهيبي يندفع مع شاهين، لكن الامتار الاخيرة خطير يا خطير، خطير يا خطير، اندفع نعم الامتار الاخيرة، نعم 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 انه خطير، قاد الشوط راس وانهى الشوط تهدين والناموس المركز الثاني. كان الوصول من معزم ياسر بن سالم الدويكي ثالث المراكز، وهناك شاهين او صايب سالم بن محمد الكاسبي التوقيت الزمني، دقيقة و45 96 96 جزء من الثانية.